صبرك. ان الفكات اللي انا شايفها ديت هو لسه في مساجين سياسيه في السجن. في اكتر من 70 سجين سياسي موجود في السجن العقبه واخدين احكام بتتراوح من في 20 سنه وفي ناس وصلت ل 30 سنه لا زالت موجوده في السجن من سنه 81 لغايه دلوقتي. ناس في لا زالت ناس موجوده في السجن العقرب. في اكتر من 70 واحد مسؤول سياسي مطلوب الافراج عنهم جميعا، وخاصه ان في ناس كتير او الناس اللي قضوا نص المده او ثلاث ارباع المده تم الافراج عنهم، وقفوا على هؤلاء ال 75 سجين لغايه دلوقتي. في خطوات عاملينها، رحتوا المجلس العسكري، اسماء اتقدمت، كل الاجراءات دي تمت. رحنا المجلس العسكري، قدمنا تظلم قدام المجلس العسكري، ومع ذلك مفيش اي استجابه لهذا الامر باطلاقا. عشان كده انتوا نازلين النهارده؟ احنا نازلين النهارده عشان نحقق مطالب الثوره او مطالب الثوار والمطالب الاساسيه، على راسها القصاص لدم الشهداء والافراج عن السجناء السياسيين اللي المفروض انهم يخرجوا. مش كان يخرجوا النهارده، كان يخرجوا من اول الثوره ما تمت. المفترض انهم كانوا خرجوا، دلوقتي ما زالوا لغايه دلوقتي طابعين في السجون، ومفيش اي استجابه لاي نداء للمجلس العسكري او مجلس الوزراء الافراج عنه. هل ناويين الاعتصام ام هتفضوا الاعتصام؟ احنا ناويين الاعتصام لغايه دلوقتي، ناويين الاعتصام لغايه ما نشوف الافراج عن السجناء السياسيين وتحقيق المطالب. طبعا اول مطلب هو القصاص لدم الشهداء، هذا هو المطلب الاساسي، واذا تحقق هذا المطلب انا متاكد ان جميع المطالب الاخرى سوف تتحقق تباعا. شكرا استاذ سيد، شكرا باشمهندس، شكرا. احنا الوقت كل واحد روح نزل تحت شويه. والصلاة والسلام على رسول الله محمد دراج. اتفضل يا محمد، جاي لي النهارده من المحله. اتفضل. جاي المحله ما بتخافش؟ لا طبعا المحله ما بتخافش. في مصر خلاص ما حدش هتخاف خالص. ايوه قول يا عم. دلوقتي احنا في الاخوه ليه لسه في السجون؟ اخوه مين دول؟ ما تعرفش. لا لا، ما الاخوه اللي واخدين احكام عسكريه. ماشي، ده سؤال صح؟ عليهم من سنه كام؟ لا من اول التسعينات. تمام. واخدين الاحكام العسكريه، مين اللي اداهم الاحكام العسكريه؟ النظام السابق. لما هو حصل قضيه رفعت المحبوب وراح لغي القضاء المدني ونزل بالمحاكم العسكريه، ادى احكام ذبح للناس دي كلها بتليفونات للقضاه العسكريين، ها، اللي منهم ناس تبع المجلس العسكري دلوقتي، ها، اللي بيتكلموا عن الشرف ونزاهه القضاء، اللي يدي احكام بالتليفون معايا، ولغايه دلوقتي الاحكام دي نابذه رغم ان النظام كله سقط ودخل السجن اللي هو حكم عليهم وهم لسه في السجون. ده كلام منطقي، فالسؤال لازم يطرح نفسه دلوقتي، الناس دي واخده احكام ليه؟ ليه بتكمل الاحكام الظالمه دي اللي اتاخدت بالتليفون من قضاه ما عندهمش لا ضمير ولا شرف ولا اي شيء؟ واضح ان في يد قويه جدا. كام العدد اللي موجود حاليا دلوقتي؟ لا كتير، ما يقرب من 70 او 80 اخ.
بس احنا بنقول ايه اليد اللي تكبر ان النظام سقط ودخل السجون، ان دول اللي واخدين احكام الظلمه لسه في السجون. يبدو يعني وده ظاهر جدا ان امريكا ليها يد في الامر، واضحه جدا يعني ان امريكا ليها يد ان الناس دي ما تخرجش من السجون يعني. ده والمجلس العسكري من اول ما مبارك اتنحى واضح ان في يد الامريكا في اداره شؤون البلاد كلها، وهنا ظاهره جدا في موضوع السجناء السياسيين، ظاهره جدا زي هي امريكا ظاهره على كل المجالات، بس هنا في موضوع السجناء اللي عايز يشوف صوره التدخل الامريكي هيشوفها بوضوح قوي في السجناء السياسيين اللي قاعدين بيكملوا احكام رغم وجود النظام معظمه كله في السجون. واحنا بنقول ازاي ده رضوخ لامريكا، يعني انت لو رضخت الامريكا في موضوع السجناء السياسيين انت بتردخلهم في كل المجالات. ايه ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا خلاص احنا زهقنا من التبعيه، الثوره قامت اصلا عشان موضوع التبعيه ده ينتهي. فازاي التبعيه كده برضه في موضوع السجناء والتبعيه في موضوع اداره شؤون البلاد كلها، والاصرار على تصدير الغاز لاسرائيل، والاصرار على ما يفتحش المعابر كامله مع فلسطين. لا لا لا، ده والشهداء ودم الشهداء. انا بقول ان في يد الامريكا في اداره شؤون البلاد واضحه جدا، وفي مخلب لامريكا فعلا في موضوع اداره شؤون البلاد المصريه هنا، واضحه جدا في موضوع السجناء السياسيين. فاذا اتحل موضوع السجناء السياسيين وخرجوا هنقول ابتدى كده ان المجلس يتمرد على الاوامر اللي بتوصله بالبنتاجون كل يوم الصبح. هنقول الفرق عن السياسيين ده مؤشر، ده مؤشر ان خلاص موضوع التبعيه بدا يتقلص، انما موضوع التبعيه الامريكا في اداره شؤون مصر واضحه خالص اليومين دول. محمد سلمني على المحل. حامد ابراهيم. ايوه محمد جاي ليه النهارده؟ ايوه والله عشان طلبوا محاكمه الضباط اللي هم قتلوا الشهداء وتغيير الفساد كله، وفي معتقلين سياسيين اتحكموا عليهم بنص المده ولسه يعني ما خرجوش، المفروض ان هم يخرجوا وحسني يكون مكانهم يعني.